طاب يومكم، نحن معكم في لايف. ملف رئيسي وحيد نناقش فيه: احتتام المواجهات المسلحة على تخوم ترهونة ودعوات دولية إيقاف الحرب. أهلا بكم. ما يزال المشهد العسكري في ليبيا هو السائد، اضطرابات كثيرة، حالة من الكر والفر في ترجمة لسجالات ميدانية تتم على نحو متصاعد ومتكرر. صباح اليوم السبت اندلعت مواجهات عنيفة بين وحدات الجيش والقوى المساندة وبين قوات الوفاق شرق العاصمة طرابلس. مصدر مطلع ذكر لـ 218 نيوز بأن قوات الوفاق فتحت النار في أكثر من محور: أزطارنا، آخر شريدات، ثالثهم الجرابولي والرواجح، في سعي منها للتقدم عسكريا نحو مدينة ترهون الهدف الرئيسي لها منذ فترة، خصوصا بعد تقدمها في مدن صرمان صبراتة تحت غطاء جوي تركي من الطيران المسير والمرتزق السوريين الذين دفع بهم النظام التركي لمساندة قوات الوفاق. المصدر أضاف أن الوحدات العسكرية تتعامل مع الهجوم حتى هذه اللحظة دون تحقيق أي تقدمات من جانب قوات الوفاق. من جانبه قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني العميد خالد المحجوب إن القوات المسلحة والقوى المساندة نجحت في دحر هجوم الوفاق المسنودة بالمرتزقة والأتراك في محور الجويع الجرابولي. من جانبه أكد الناطق باسم قوات الوفاق محمد جنونو أن قواتهم وخلال تقدمها في محيط مدينة ترهون استطاعت تدمير 3 آليات مسلحة، كما سيطرت على آلية مسلحة برشاش مضاد الطيران وألقت القبض على 4 عناصر، مشيرا إلى تقدم قوات الوفاق وفقا للخطة التي وضعتها غرفة العمليات. يوم سقوط الطائرات التركية المسيرة إن صحت التسمية، فبعد عمليات القصف التي قامت بها الأيام الماضية على عدد من المدن والمناطق في الغرب والوسط واستهدافها لشحنات الوقود والمواد الغذائية، تتساقط الطائرات التركية الواحدة تلو الأخرى في حصيلة تعتبر الأكبر منذ بدء عملياتها في تلك المناطق. 4 طائرات في أقل من يوم أسقطت من قبل الدفاعات الجوية التابعة للجيش الوطني، أولها في المنطقة الواقعة بين بني وليد ونسمة، والثانية في منطقة وادي دينار شمال مدينة بني وليد، والثالثة والرابعة في ضواحي مدينة ترهونة. مقاطع حصرية لقناة 218 نيوز يظهر فيه أفرادا تابعين لقوات الجيش والقوات المساندة من أمام حطام إحدى الطائرات التي أسقطت في منطقة وادي دينار والتي تعرضت بوابتها الشمالية فيما سبق لقصف الطائرات المسيرة، بعد أن كانت تجوب سماء تلك المدن والمناطق دون إصابتها أو حتى اعتراضها. جهود الجيش الوطني وتعامله مع هذه الطائرات بكل جدية ليقوم بنصب منصات دفاع جوي في المدن والمناطق التي تعرضت لغارات جوية من قبل الطيران المسير، تسفر تلك الجهود في أولى نتائجها عن إسقاط 4 طائرات في أقل من يوم واحد. نناقش هذا الملف مع ضيوفي من باريس مناف الكيلاني، المستشار السابق بالخارجية الفرنسية، من طرابلس السيد الأستاذ السنوسي إسماعيل محلل سياسي، من بنغازي أستاذ أحمد المهدوي. مرحبا بكم، شكرا لوجودكم معي. أبدأ معك أستاذ الكيلاني، إلى ماذا تؤشر هذه التطورات الميدانية اليوم، خاصة بعد تطورات الساحل الغربي اليوم مدينة ترهونة؟ أولا تشير إلى رفع الغطاء الغربي أو الغطاء الذي كانت تعطيه فرنسا على الأقل عسكريا للمشير حفتر وجيشه، بمعنى آخر هناك لا أقول انحياز ولكن إعادة تكوين للمعادلة الليبية بضغط بكل تأكيد من القوى الكبرى إن كانت الولايات المتحدة الأمريكية أو روسيا، وذلك لأن الرهان الذي كان يعتمد عليه المشير حفتر كان نوعا ما يحتوي على نوع المغامرة.
أولا لأن المشير حفتر قطع جميع سبل العودة إلى طريق المفاوضات مع حكومة الوفاق الوطني، ورفع عنها ما يسمى بغطاء الشرعية، على الأقل الشرعية الداخلية من طرفه. والشيء الآخر هو اعتماده الكلي على الحليف الوحيد من بين القوى الغربية، وهو الحليف الفرنسي الذي ليس بهذه القوة، والذي يفتقر إلى سيادة القرار، ويفتقر كذلك إلى الوجود الميداني. ناهيك عن نوع من المغامرة العسكرية، لأنه لا، على الأقل لا، الجيش الذي يقوده لا يتكون من قوى كافية لتغطية كامل البلاد الليبية، واعتمد فقط على استراتيجية تبعها الجيش الألماني خلال الحرب العالمية الثانية، باعتبار أن البلاد الليبية هي منبسطة في أغلبها، ولكن دون الأخذ بعين الاعتبار بعاملين مهمين، وهو حرب المدن الذي توقفت عنده تقدم طيب جيش المشير حفتر. بجهة أخرى، وأنت بهذه النقطة لو سمحت أستاذ مبروك، النقطة الأخيرة، وهو أن حكومة الوفاق الوطني تعتمد على حليف شرعي على الأقل، ولو كان هناك نوع من النقصان في هذه الشرعية، وهو الحليف التركي، بما مكن على الأقل القوى التي تدعم حكومة الوفاق الوطني من الأخذ بزمام المبادرة ودفع قوات مشير حفتر نحو الخلف. وهنا نجد نفسنا في المعادلة الصعبة التي أصبحت نوعا ما خاسرة، لأن المشير حفتر يرى نفسه بدون حليف أكيد ومؤكد، لأن الحكومة الفرنسية أعلنت وبكل صراحة بأنها تدعم حكومة الوفاق الوطني، ولأن هناك اتجاه توجه غربي ومتلازم طبعا متوازي مع التوجه الروسي نحو دعم حكومة الوفاق الوطني، دون أن يكون هناك أي على الأقل وجود لأي طرف قوي آخر على أرض الميدان. يعني هنا هذه أستاذ مناف الكيلاني تنفي أنه أي مساعدات روسية فرنسية تقدم لقوات الجيش في الفترة الأخيرة على الأقل. سيدي، المساعدات الروسية المزعومة هي مجرد معلومات أتت بها الصحافة الغربية، وبدون أن تذكر أو تأتي بأي أدلة أو أي شيء يثبت هذا الوجود الروسي أو الدعم الروسي، كعفوا إمدادات تأتي مباشرة من أرض الميدان أو حتى عبر الأراضي المصرية، هذا كلها فقط ادعاءات دون أن يكون لها أي أساس من الصحة. ومن هنا وانتهي بهذه النقطة، وسمعت أستاذ مبروك، لم نجد حتى الآن أي ردة فعل روسية تتعلق بالمسألة الليبية يمكن أن تؤشر ولا بشيء صغير إلى الدعم ولو على الأقل المعنوي الذي يمكن أن تقدمه موسكو. موسكو، وانتهي بهذه النقطة، موسكو تريد فقط أن تعتمد على نظام ليبي قوي قادر على احتواء جميع المكونات الليبية، وقادر على إعادة تكوين الدولة الليبية، بغض النظر إن كان بناء هذه الدولة سيتم بطريقة الحرب أو الطريقة العسكرية أو بطريقة المفاوضات والانتخابات الديمقراطية وما إلى ذلك. وتريد موسكو أن ترجع ليبيا دولة مستقلة وذات سيادة وبحكومة واحدة، دون أن يكون هناك تشتتات بين هذا الطرف وذاك. طيب أستاذ السنوسي إسماعيل من طرابلس، مرحبا بك، شكرا لوجودك معنا. كيف تتابع التطورات الأخيرة من أحداث الساحل الغربي حتى اليوم هجوم ترهونة؟ تحية لكم طيبة ولجميع ضيوفي الكرام ولجميع المشاهدين الكرام في كل مكان. طبعا بالنسبة للتطورات الأخيرة، هي أتت في سياق يعني عملية عاصفة السلام التي أعلنت عنها حكومة الوفاق، ومن الواضح أن هذه العملية منسقة بشكل جيد ومدعومة بدعم كبير جدا من التسليح الجوي وكذلك الأرضي وتنظيم الصفوف والتقدم يعني بخطوات سريعة من أجل إخراج قوات حفتر من كل المناطق الغربية التي سيطرت عليها، وهي الآن في واقع الحال ربما تكون في المعقل الأخير يعني الذي يضم ترهونة ومنطقة قصر بغشير. وبالتالي فإن نتحدث هنا عن ربما أن عملية عاصفة السلام في نهايتها لكي يعني تحسم هذا الأمر بشكل عسكري. طبعا بكل أسف، طيب قوات الوفاق اليوم قادرة على أن تحسم هذا الجدل وأن تستطيع أن تبسط سيطرتها على ترهونة؟ هو الآن من المبكر الحديث عن
قدرتها على 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 احداث عمليه سيطره كرهونه او انها تجبر يعني قوات حفتر التقهقر. ولكن كل الاحوال اعتقد بان السبب في كل هذه الماساه يعني سقوط الضحايا سواء كانوا مدنيين ام من سلاحين من الاطراف المتقاتله، فاننا نتحدث هنا عن ان السبب في ذلك هو من اقفل طريق الحوار السياسي وقلب الطاوله على الجميع. طبعا الجنرال حفتر هو المسؤول وهو الذي يعني اعلن بتمرده على حكومه الوفاق الشرعيه والتربيه الدوليه، ولم يستطع ان يقدر جيدا قوه يعني قوه حكومه الوفاق سواء كانت على التأييد لها على المستوى المحلي او على المستوى الدولي. فهذا الامر حقيقه يعني اتضح انه رهان فاشل، كان من الواجب على الجميع ان يتجهوا الى طاوله الحوار والى الحل السياسي، ولكن بما انه قد حصل هذا الامر فاعتقد الان باننا في نهايه ربما المراحل الاخيره من يعني من عمليه التي عليها حكومه الوفاق، والتي يعني سيتم بموجبها اخراج كل قوات حفتر من المنطقه الغربيه وربما ايضا من الجفره ومن سرت. طيب استاذ احمد الوهدوي محلل سياسي من بنغازي، مرحبا بك، شكرا لوجودك معنا. استمعت إلى ما قاله ضيوفي، السيد السنوسي إسماعيل يتحدث عن أنها نهاية المرحلة الأخيرة التي وضعتها حكومة الوفاق في تحرير مدن ومناطق المنطقة الغربية، السيد مناف الكيلاني يقول أنه هناك ترتيب والعملية الأخيرة تعني رفع الغطاء من الغرب. في أي خانة تضع هجوم الوفاق لهذا اليوم؟ اهلا وسهلا بك. طبعا انا لم استمع الى السنوسي اسماعيل، ان كلامه كان غير واضح، ولكن انا الرد فقط بان هي بروباغندات اعلاميه تقوم بها الوفاق واحلام واهيه. انا للاسف يعني استمعت الى قول الاخ اللي تكلم من باريس وقال ان الغطاء تم رفعه عن المشير خليفه حتى. نحن منذ البدايه لم نقل باننا نتبع لاي اي يعني لم ننتظر ان اي احد يعني حليف خارجي ونعترف بالعماله كحكومه الوفاق. انا نقول ان ما حدث اليوم هي ميليشيات تركيه مدعومه من الوفاق. من هاجم اليوم على ترهونه هم مرتزقه سوريين، يا ريت السيد السنوسي يكون عنده رد على هذه المجموعات. هذا ايضا اسقاط للقناع اللي كانت ترتديه حكومه الوفاق بانهم جيش وانهم يمثلون المؤسسه الشرعيه في ليبيا. هذه الهجمات اللي قامت فيها الميليشيات سواء الانتهاكات اللي قامت فيها في سبراتا او هجومهم اليوم وتكالبهم على مدينه ترهونه تحريرها من يا سيدي الفاضل؟ ترهونه ترفض وجود الوفاق، يعني ترهونه مكونه بجميع مكوناتها شعبا وقيادات وعسكريين وشرطيين كلهم يرفضوا ان هم ياتمرون لحكومه الوفاق. تحريرها تحرير ترهونه من اهل ترهونه يعني مصطلحات غريبه جدا يستخدمها الوفاقيون. ايضا ردا الى ان فرنسا، نحن اليوم لم نقول يوما بان فرنسا امدتنا او قاتلت معنا او فرنسا ننتظر الاوامر تاتينا من فرنسا. القوات المسلحه العربيه الليبيه تتلقى اوامرها مباشره وشرعيتها من الشارع من الشعب الليبي، لم نتلقى اي اوامر من الخارج. يعني هم الان من يريد حتى يكون عنده شجاعه ويجاوبنا، من هو امر العمليات الان بحكومه الوفاق؟ هم ضباط اتراك، هم من يقومون بقياده العمليات عسكريا في في في, في سواء كان في محاور ترونه او هم يتحركون باعاد من اردوغان. فمش عارف انا يتكلمون عن الوطنيه ويتكلمون عن الشرعيه، واذا كان الاتفاقيه الموقعه مع اردوغان شرعيه فهم الان يفتقرون الى القانون الدولي. هي غير شرعيه حسب اتفاق السقيرات اللي نص لا يحق لحكومه الوفاق ان تعقد اي اتفاقيه دوليه ما لم ترجع الى مجلس النواب ويتم المصادقه عليها. مجلس النواب لم يصادق على هذه الاتفاقيه، فعن اي حليف شرعي؟ وهم يعني سبحان الله يوزعون الشرعيه كيفما اشاءوا يعني على حسب هواهم. السيد السنوسي يقول انها المرحله الاخيره، فعلا هي المرحله الاخيره، ولكن بالنسبه للتحرير تحرير الوطن من هذه الميليشيات، نعم هو قالها وقال انه هو فعلا هي مرحله اخيره ونقطه حاسمه في 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 الصراع الليبي من اجل القضاء على هذه الميليشيات الاردوغانيه المدعومه من حكومته، حكومه الوفاق، الحكومه التي لا تمتلك شرعيتها. انا يعني يا ريت كما تقول ولكن سيد احمد المهدوي الطرف الثاني مدعوم ولو معنويا
الطرف الثاني طرف الوفاق مدعوم ولو معنويا قليلا بما حدث في الساحل الغربي وسيطرته على صرمان وصبراتة، يقول اليوم هو قادر على الدخول لترهونة. هل فعلا كما وصفتها أنت ميليشيات مدعومة من الوفاق قادرة على الدخول إلى ترهونة والسيطرة عليها اليوم؟ لا، لن يستطيع الدخول. وانا حسن نحب نذكر الجميع بان صبراتة وصرمان وهذه المدن الساحلية عزيزة على قلوبنا، ولكنها ليست ذا بعد استراتيجي. هي ليس لها ثقل استراتيجي كثقل ترهونة. ترهونة هي الحاضنة للجيش الوطني في المنطقة الغربية. صدقني لن يستطيع الدخول الى هذه المدينة ليس بدعم من القوات المسلحة، ولكن بصمود اهلها. ترهونة عرض عليها، وليرد علي هذا الكلام ضيفيك الكريمين، ترهونة عرض عليها المليارات لأن تصطف إلى جانب الميليشيات ورفضت، عرض عليها وقدمت أبنائها، عرض عليها أن هي تتقلد المناصب ورفضت. هل ستوافق الآن بهذه الطريقة؟ أعتقد أنهم سيفشلون مثل ما فشلوا العديد المرات. هم اليوم حاولوا للعلم الدخول إلى ترهونة، فليقول هو كم عدد أسرهم لدى القوات المسلحة وكم عدد الأليات اللي تم تدميرها. يعني هم قالوا 4 أسرى من الجيش وآلية. أنا نقول لك العدد الفعلي الآن اللي تم أسره من قوات الوفاق ما يفوق 34 إلى 40 ميليشياوي منهم، وتدمير ما يفوق العشرة إلى 11 آلية غير الدبابات غير ذلك. فليكونوا صادقين وينشروا هذه الأرقام في إعلامه. هم لا يستطيعون إخبار الناس بما حدث فعليا. حتى لما بنتكلموا ما حدث في صبراتة، ألم يكن العمه هو كان يقود غرفة، كان يقود داعش حسب غرفة عمليات اللي شكلها فايز السراج في ذاك الوقت؟ ألم يكن العم مطلوبا دوليا ومطلوب من مجلس الأمن؟ يعني سبحان الله، كان فيما سبق ميليشياوي ومجرم وداعشي، والآن أصبح من الثوار وأصبح جيش من القوات الرسمية لحكومة الرباط. يعني يا ريت والله فرج شكو ولا غيره من هذه العصابات التابعة لمجلس الشورى بنغازي ودرنة. يعني ناس إرهابيين مطلوبون من المجتمع الدولي، ومطلوبون ايضا يعني حتى من المدعي من النائب العام بتاعهم. فمش عارف، في عندهم ازدواجيه في المعايير والكيل بميكيالين. هم لن يكونوا يوم الصادقين في اعطاء المعلومات. يا ريت تكون لهم الشجاعه ويعطونا معلومات حقيقيه. هم اليوم المفروض فشلوا فعليا في اقتحامهم الى ترهونة. فشلوا ولقنتهم الجيش الوطني، وليس ترهونة فقط من موجود الان من يقاتل في محاور ترهونة. هم أفراد من القوات المسلحة العربية الليبية ومعهم قوة مساندة من ترهونة، وسيفشلون ولن يستطيعون الدخول، وهو حلم بعيد المنال عليهم بإذن الله. طيب، أتوجه إليك أستاذ السنوسي إسماعيل من طرابلس. بحسب الأرقام على ذمة الأستاذ المهدوي، 34 أسير حتى هذه اللحظة من قبل عناصر الوفاق، تدمير 11 آلية. هل ترى بأن هجوم الوفاق لهذا اليوم مجازفة سيتأثر بهذا الهجوم؟ هو الحقيقة لا أعتقد أن هناك مجازفة في الموضوع، نظرا ل يعني إعلان حكومة الوفاق عن السيطرة على مواقع قريبة جدا من ترهونة على لسان المتحدث الرسمي السيد قلونو. وأعتقد بأنهم لا يستطيع أن يقول كلاما ثم يكون غير صحيح. يعني مثلا السيطرة على معسكر الحواتمة وهو منطقة قريبة جدا، منطقة الحواتمة هي جزء تعتبر لا يتجزأ من ترهونة، وبالتالي فإن أعتقد بأن الضغط الآن واضح أنه في اتجاه ترهونة، وأعتقد بأن الأمر لن يطول كثيرا حتى نرى الحقيقة. يعني في نهاية المطاف ربما نحن الآن ننقل ما يقوله المتحدثون الرسميون بدون اي مثلا صور او اشياء موثقه، كذلك السيد ضيفك الكريم من بنغازي هو نفس الشيء ينقل كلام ليس فيه توثيق ولا صور ولا شيء، يعني عباره عن نقل من المتحدث او من يثق فيه، يعني من طرف الذي يؤيده. وبالتالي فاننا ننتظر في وقت لاحق اما ان يكون مشاهد مثل التي شاهدناها في صبراتة وصرمان، او تكون العمليه هي عمليه يعني طيب استاذ السنوسي، نحن ليش وصلنا لهذه المرحله انه نستنى في اعداد الاسرى والقتلى والتدمير؟ بكل اسف زي ما ذكرت لك، يعني نتيجه غياب الحل السياسي والرهان فقط على الحل العسكري، سيكون هناك بكل تاكيد ضحايا من الطرفين، سواء كانوا يعني ضحايا قتل او اسر او جرح او ما شابه. هذه كلها موجوده، هذه في النهايه حرب، ليست يعني لماذا نحن لا نريد الحرب؟ لماذا
نريد أن تطفأ هذه الحرب. لماذا نريد الحل السياسي؟ لأن هذه الحرب كلفتها كبيرة جدا. الحل السياسي مهما يكون كلفته لن تكون يعني أكثر من الحرب. الحرب حقيقة مدمرة جدا، خاصة أنها دخلت في إطار أيضا قطع موارد النفط على الليبيين بأوامر مباشرة من حفتر، وكذلك مثلا قصف المدنيين. يعني بالأمس طرابلس فقدت 4 من بين نساء وأطفال و17 جريحا، كلهم كانوا في بيوتهم، يعني قذائف عشوائية في منطقة سوق الجمعة ومنطقة عين زارة وكذلك منطقة صلاح الدين ومنطقة طريق الشوك. يعني في هذه المناطق حقيقة فقدت عليها قذائف عشوائية على رؤوس الناس وهم في بيوتهم ملتزمين بالحجر الصحي نتيجة المخاوف من والالتزام بتعليمات السلطات المختصة بخصوص الحجر الصحي، وأقصد البقاء في المنازل والالتزام بالحظر العام لكي يعني يبتعدوا عن خطر انتشار وباء الكورونا. هذا طبعا غير معني بحفتر حقيقة يشن هذه الحرب ويدمر ويقصف ويحشد ويحاول أن يزيد من أعداد المرتزقة من السودان. يعني طبعا بالنسبة للدعم الروسي اللي تحدث عنه سيطر من باريس، هو لا يوجد حقيقة دعم روسي رسمي، هذا شيء معروف، لكن اللي موجود هو دعم عن طريق شركة أمنية تسمى شركة الفاغنر، وهناك شركتين أخرتين لا يحدون اسميهما من روسيا. هذه وردت في تقارير دولية، لا يمكن حقيقة أن نتحدث هنا عن عدم وجود أدلة على تواجد روسي غير رسمي طبعا عن طريق الشركات اللي ذكرتها لي. حتى السيد الرئيس بوتين نفسه تحدث عن مواطنين روس موجودين في ليبيا، ولكنه قال أنهم لا يتلقون أموالا من الحكومة الروسية. فهذا أمر معروف، يعني الوجود الروسي هو على شكل شركات أمنية. الوجود أو الدعم اللي نقله الدعم الفرنسي أساسا منذ أن كشفت الأسلحة في غريان ومنذ أن انسحبت الفرق الخاصة للفرنسية والتي ضبطت في تونس وأعلنت أمام العالم كله، وزير الدفاع التونسي نفسه يعني أعلن عنهم وجود فرقة خاصة فرنسية. فهؤلاء منذ ذلك الوقت لم يعد هناك ربما وجود فرنسي عسكري على شكل أفراد، لكن الدعم الفرنسي موجود. يعني هناك خبراء فرنسيون في موجودين في القواعد البعيدة جفرة أو غيرها، وكذلك الدعم ربما التقني الفرنسي، هذا غير الدعم السياسي الواضح من الحكومة الفرنسية يعني لحفتر. فهذا الأمر لا يمكن نكرانه. أما بالنسبة لموقف تجاه تركيا طبعا الحديث عنها يدور منذ 3 أشهر فقط منذ أن تم تفعيل الاتفاقية الأمنية. لا اسمح لي، تركيا الدعم التركي ليس من 3 أشهر أستاذ السنوسي، من سنوات ماضية وليس حديث صراحة. أتوجه الآن، ابقى معي أستاذ. هو تركيا ليس هناك دليل على أي سلاح تركي أو تدخل تركي في ليبيا لصالح طرف ضد آخر. تتحدث علني أنت تتحدث علني وبتوقيع وثائق صحيح منذ 4 أشهر تقريبا. طيب اسمح لي أستاذ سنوسي، أتوجه الآن إلى الأستاذ مناف الكيلاني. أستاذ مناف، سأترك المجال لك الآن للتعليق على مقاله السيد سنوسي إسماعيل فيما يتعلق بالدعم الفرنسي والتقارير الدولية التي تتحدث عن دعم روسي كبير لقوات الجيش، ومن ثم أسألك سؤال. تفضل. كما تذكرون أستاذ مبروك، في العام 2016 في شهر يوليو بشكل محدد أسقطت طائرة عمودية تابعة لجيش المشير حفتر، وكان على متنها يقودها طبعا أوكرانيين. هذه الطائرة لم تكن بقيادة طيارين روس ولكن طيارين أوكرانيين يتحدثون اللغة الروسية. يمكن أن نجيب جزئيا على الأقل على الادعاءات التي تتعلق بوجود مرتزقة كما يقال روس، علما بأن عمل أي شركة أمنية في روسيا خارج روسيا أي كمرتزقة ممنوع حسب القانون الفيدرالي الروسي، ولا يمكن لأحد أن ينقض هذا الأمر. أما فيما يتعلق بتعليقات الرئيس بوتين باعترافه بوجود مواطنين روس يعملون لصالح جيش المشير حفتر، فهذا شيء جديد بالنسبة لي ولن أعلق عليها الأطلاق. ولكن أرجع إلى حادث الطائرة العمودية التي كان يقودها طيارين أوكرانيين، وعلى متنها كان يوجد 3 من أعضاء القوات الخاصة الفرنسية، لم يكونوا في رحلة سياحية ولا تنزه ولا في رحلة حج،
كانوا في رحلة بكل تأكيد أمنية عسكرية تتعلق بمهمات أنيطت بها من قبل قيادتهم الفرنسية، وليست القيادة التي يمكن أن تكون في ليبيا. وفي جميع الأحوال هذا الأمر مستمر حتى الآن. الرئيس هولاند في ذلك الوقت وفي مؤتمر صحفي معروف اعترف بوجود القوات الفرنسية في ليبيا وقال ساعتها بأنهم في مهمات فقط استخبارية. لا أعلم إذا كانت مهمات فقط استخبارية أو لا. في جميع الأحوال التحركات الفرنسية إن كانت قد توقفت فعلا على هذا الحد، لكنها مستمرة حتى الآن بالدعم، ليس اللوجستي ولكن بالدعم الاستخباراتي الاستطلاعي عن طريق الأخبار الصناعية. وهذا الأمر معروف لأن جميع الطلعات الجوية للقوات المشير حفتر القوات الجوية هي بكل تأكيد بتوجيه على الأقل بنوع من المساندة والمساعدة من الأقمار الصناعية العسكرية الفرنسية. فيما يتعلق عفوا كما قيل قبل قليل بأن من قبل الضيف الكريم أستاذ المهدوي من بنغازي بأن فرنسا لم تكن داعمة وأن الدول الغربية لم تدعم أبدا، هذا الأمر يستحق بكل تأكيد الاهتمام والتوثيق، لأن حتى الآن التسليح الذي يصل إلى طرفي نزاع من ليبيا في ليبيا هو تسليح خارجي. كان التسليح التركي معروف بأنه يصل إلى طرف حكومة الوفاق، فالتسليح الآخر القادم ولو كان عن طريق مصر أو عن طريق البحر فبكل تأكيد بدعم من أطراف غربية، والطرف الغربي الوحيد هو الطرف الفرنسي. ولكن هذا الأمر توقف، انتهي بهذه النقطة وهي نقطة مهمة جدا لمستقبل التقدم الأمور في ليبيا، وهو أن التدفق للسلاح على الطرف الشرقي من النزاع على الأقل يمكن أن يتضرر بكل تأكيد بالكورونا فيروس، وبسبب بسيط جدا وهو أن هناك نوع من المقايضة التي قامت بها ألمانيا التي تريد ومصرة على أن يكون لها دور رائد في حل المسألة الليبية، وبالضغط على الأطراف الآخرين الطرفين الآخرين بالأحرى الطرف الإيطالي من جهة والطرف الفرنسي من جهة أخرى لكي يتوقفا عن المد بيد العون لهذا الطرف أو ذاك. ومن هنا رفع الغطاء الفرنسي ورفع الغطاء الإيطالي كذلك لأن ألمانيا طالبت بأن الطرفين لكي يكون هناك توافق على الميزانية الأوروبية متعلقة بمكافحة الكورونا فيروس، طالبت بأن يكون هناك كف في رفع اليد وبشكل تام عن المسألة الليبية، وهذا ما نراه اليوم على أرض الواقع، لأن التسليح اليوم توقف من الطرف الشرقي وأصبح يعتمد فقط على الدعم العربي الذي يمكن كذلك أن يتوقف في أسباب بسيطة جدا وهو أسباب مادية تتعلق بالتمويل، مما يعني أننا أمام على الأقل ثغرة لا أقول ثغرة عسكرية لحسم النزاع، ولكن لكي تمتد اليد، وإن كان هناك طبعا إعلانات نوعا ما فلنقل سلبية من طرف حكومة الوفاق، ولكن سيكون هناك ضغط على الأقل دولي لا أقول أممي، لأن الأمم المتحدة كما يقول البعض قد فقدت مصداقيتها في الملف الليبي، ولكن من أطراف أخرى طرف الروسي والطرف الأمريكي لكي يكون هناك نوع من الثغرة التي يمتد بها يد لا أقول الوفاق ولكن التوافق من الطرف الغربي إلى الطرف الشرقي لكي تبدأ المفاوضات جديا، وليس المفاوضات العسكرية كما تفضل الزملاء قبل قليل، ولكن المفاوضات السياسية لإعادة بناء الدولة الليبية، وليس على أنقاض لا اتفاق الصخيرات التي مات بكل تأكيد متسريريا، ولا بكل تأكيد على أنقاض جميع التصريحات العسكرية والتي أدت إلى هذا الموصل الذي نراه اليوم، وخصوصا بأن ليبيا كذلك ودون أن يذكرها أحد ليبيا متضررة كذلك بسبب الكورونا فيروس. نعلم أن الأعداد التي تصل أعداد ضئيلة جدا، لا لأن الليبيين مع الاحترام الجميع عندهم يملكون مناعة خارقة بالنسبة لكامل البشرية، ولكن لافتقار طرفي النزاع للهياكل الصحية التي تسمح فعلا بحصر أو مقاومة هذا الفيروس. ونعتمد نعول على الأقل في الأسابيع القادمة على أن يكون هناك تقدما إيجابيا في هذا الاتجاه. طيب أتحول الآن مباشرة إلى السيد أحمد المهدوي من بنغازي. أستاذ أحمد المهدوي، لماذا انتظر الجيش حتى تقوم قوات الوفاق بالهجوم على مدينة ترهونة؟ لماذا لم تكن هناك ضربات استباقية متابعة لهذا الموضوع؟
شوف استاذ مبروك هو بس نعقب تعقيب بسيط ونرد على اجابه سؤال. تفضل. فيما يخص يعني الجميع من يكلمك على 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 قصه الدعم الفرنسي يعني يستحضر لك حادثه الطائره اللي سقطت في في, في المجرون اعتقد، ومانيش عارف انا من اين اتوا بان قائد الطائره اوكراني يتحدث الروسيه، وكل من وجد في تلك الطائره يعني توفوا يعني في لحظتها يعني، ولكن هي هذه الحادثه الوحيده اللي اثبتت وجود جنود او افراد فرنسيين غير ليبيين، دلاله على اساس ان ليبيا دوله ذات سياده. ليبيا يا اخي منتهكه السياده يعني، وهي عمليه استخباراتيه يعني تجول الطيران الاجنبي شرق وغرب وشمال وجنوب ليبيا لم يستطيع احد ايقافه. هذه نقطه بس حبيت نعقب عليها يعني، لكن انا في المقابل ستجد ضباط اتراك ينعونهم، هم الاتراك نفسهم قتلوا في محاول القتال في طرابلس، الطيار الامريكي اللي تم اسقاطه في فتره ما بعد 4/4، يعني في حوادث كثيره لمرتزقه وتدخل اجنبي لدى الوفاق، هم يستحضرون لك هذه الحادثه فقط، وهم كانوا في عمليه استخباراتيه كما قال يعني، ما كانوش في مهام قتاليه كيف اللي تم قتلهم او تم القبض عليهم في محاور القتال الموجودين مع ميليشيات الوفاق. ردا على سؤالك استاذ مبروك، الكل يرى ويسمع صرخات البعثه الامميه والدول الفاعله في المجتمع الدولي بضروره اخضاع هدنه انسانيه لمعالجه فيروس كورونا، يعني للاسف يعني انا نقول فيها للاسف ان قواتنا المسلحه استجابت لهذه الهدنه وليردوها علينا، انت متى بس يكونوا لديهم الشجاعه وليردوا، من هو الذي ينتهك؟ من هو الذي يخرق الهدنه؟ هم من يخترقوا الهدنه وهم من ينتهكون الهدنه، وللعلم ان الحمد لله بفضل من الله ان المنطقه اللي تحت سيطره القوات المسلحه والحكومه الليبيه يعني 4 حالات فقط تم تسجيلها وتمت السيطره عليها بفيروس كورونا، يعني احنا غير متضررين من الفيروس الحمد لله ولله الحمد، ولكن لدواعي انسانيه ولدواعي مكافحه هذا الفيروس التزمت القوات المسلحه بالهدنه اللي هم استغلوها في جلب المرتزقه وفي جلب المعدات منذ انطلاق الهدنه اللي دعمتها موسكو، ولم تتوقف ميناء طرابلس او مصراتة او مطارين ميتيغا او مصراتة عن انزال مرتزقه سواء كانوا سوريين او اتراك ومعدات تركيه والى اخره، يعني هي الهدنه في القتال فقط، الهدنه تشمل جميع انواع جميع اشكال السلاح سواء باستجلاب السلاح او بالمرتزقه، يعني التزام القوات المسلحه كان بداعي انساني، ان القوات المسلحه يعني تنتج استراتيجيه او مبدا حمايه المدنيين، لا تريد استخدام القوه الكاسره لاقتحام العاصمه، وهي قادره يا استاذ مبروك انا نقولها ومسؤول قادره على استخدام هذه القوه الكاسره لتحرير العاصمه غدا ان ارادت، ولكن شوف حجم الدمار الذي يعني سيترتب على هذه القوه، ولكن لاستخدامها مبدا واستراتيجيه تجنيب المدنيين واموالهم وممتلكاتهم وليدات الحرب هي تنتج هذه السياسه، لا تريد الجلد بكامل قوتها لاقتحام العاصمه. لكن في المقابل نرى ان الميليشيات المدعومه من تركيا الان، نحن نتكلم الان وقالها السنوسي اسماعيل، فعلا الان تركيا دخلت في مواجهه مباشره مع القوات المسلحه، هناك طيران يخرج من قواعد في تونس ويقصف الوسطى ويقصف في محاور القتال، يعني هل هذا ما هوش انتهاك للسياده الليبيه لما تاتيك طائرات من دول جوار او من غرب من خارج ليبيا وتقصف وتخرج؟ يعني شوف هذه من الامور اللي يجب التركيز عليها، وهنا التساؤلات اللي يجب الاجابه عنها، يعني كيف دخلت وكيف خرجت هذه الطائرات؟ وجيت تكلمني تقول لي سياده وما سياده، ليبيا دوله ناقصه السياده، ولا يستطيع احد منع اي طيران اجنبي انه هو يتجسس او يطير فوق اي من الاجواء الليبيه، فلذلك المهمه الرئيسيه للقوات المسلحه هي اعاده هيبه هذه الدوله، يا اخي كفانا استثارا بهيبه الدوله. من كان يريد ليبيا فعليه ان يلتف حول القوات المسلحه، القوات المسلحه هي المشروع الوحيد او المشروع اللي عنده ما عندهاش اجندات يا اخي صادق، حتى ولو كانت فرنسا ولا روسيا ولا غيرها من الدول العربيه دعمت فهي تدعم من جانب مصالحها فقط وليس من ان هي لها اطماع، والكل يعلم الاطماع التركيه في ليبيا ولم يخفيها اردوغان، قالها وما زال يقولها، ويقول ان ليبيا مستعمره او اياله من ايالات الدوله العثمانيه او لهم ميراث عثماني، لم يقولها ميكرون او لم يقولها حتى بوتين، لم يتجرعوا على قوله، يعني لم تستحفظ على المشهد، هنا نحن نتكلم عن سياده ليبيا وهيبه ليبيا، ان كنا فعلا نريد سياده هذه الدوله فعلينا القضاء على هذه الميليشيات، علينا القضاء على المجرمين، الناس تدفع في سبراتا وفي سرمان. طيب استاذ احمد المهدوي انقل اجابتك هذه الى السيد السنوسي اسماعيل،
سيد السنوسي إسماعيل، يقول لك الأستاذ المهدوي بأنه القيادة العامة لم تستخدم القوة الكاملة بعد لتحرير طرابلس، وإن استخدمتها ستدخل لطرابلس في 24 ساعة، وأن قوات الوفاق هي من تستغل الهدنة التي وللأسف وافقت عليها القيادة العامة. لا، هذا غير صحيح بكل تأكيد. مع احترام الأخ البغادي، نحن نعيش في طرابلس ونعلم بأن حفتر قام بكل ما يمكن أن يقوم به، لم يبقى إلا يفتح الدمر الشامل فقط ربما ليستخدمها، أما الباقي كله حاول أن يفعل ما يعني يمكن فعله دون مراعاة طبعا لا للمدنيين ولا يعني لدينا 200 ألف مشرد من ديارهم، لدينا إلى حد الآن أرقام مسجلة تجاوزت 500 من القتلى المدنيين، أتحدث هنا بالأمس طبعا أضيف لهم 4، ولدينا يعني الجرحى المدنيين بدون بلا حساب، يعني هذا من غير العدوان على المستشفيات، يعني المستشفى غير الأسبوع اللي فات فقط مستشفى الخضرة ضرب 3 مرات، يعني 3 مرات قتل، وكذلك مصحة الرويال الخاصة، يعني من غير الأطقم الطبية هناك طبيب يعني قتل خلال الأيام الماضية. طبعا هناك محاولات كبيرة جدا يعني ترقى إلى أن تكون جرائم حرب باعتبار قصف مطار العتيقة، قصف الميناء، قصف كل شيء يعني تستطيع مدفعية الهاوزر أن تصل إليه. طبعا بالنسبة لتعامل قوات الوفاق كان يتعامل مع هذه المدفعية ويقلص منها ويحاول أن يعني يتفضل لها ويدمرها في أماكنها، خاصة في ظل توفر الطائرات المسيرة التركية بعد تنفيذ الاتفاقية مع الجمهورية التركية. طبعا قضية يعني خطاب الكراهية هذا بتاع أن تركيا تحتل ليبيا وكذا، هذا غير صحيح. يعني نحدث نوضح مسألة مهمة وهي تعريف الغربي أو الأمريكي تحديدا للعثمانية الجديدة، يعني فيه صحيح نزعة عثمانية جديدة لدى الحكومة التركية حاليا، ولكنها تعرف على أنها إقامة علاقات اقتصادية مع الدول التي كانت سابقا جزءا من الدولة العثمانية. طبعا ليبيا لم تكن محتلة من الأثرات، كانت جزء من الدولة العثمانية اللي موجودة في ذلك الوقت، كانت الدول الموجودة دول دينية، يعني تجد دولة صليبية، دولة يعني إسلامية، دولة هكذا كانت الدول. بعد ذلك جاء، ولكن لا تعتقد بأن تركيا تريد استعادة هذا الجزء السابق؟ نعم، الذي كان لديها. لا، هي ما تستعيد لشيء، هي تشوف يعني يحب الوضح مثلا مهمة أيضا وهي علاقة تركيا بليبيا لم تكن في أي يوم من الأيام إلا علاقة قوية جدا، لا يمكن لتركيا أن تتجاهل ليبيا نظرا للارتباط الجغرافي والتاريخي والدين والاقتصادي والسياسي والمصلحي، كل شيء فيه ارتباط كبير بين ليبيا وتركيا. يعني مثلا في 74 مثلا النظام السابق معمر قذافي عندما أيد غزو تركيا لقبرص، مع أن العالم كله بالكامل وقف ضد تركيا إلا ليبيا فقط، فتحت مطاراتها مطارات بنغازي يعني بنينة ومطار قاعدة جمال عبد الناصر اللي موجودة في طبرق، هذه كانت قواعد مفتوحة للطائرات التركية عندما كانت تضرب قبرص ثم تأتي تملأ الوقود من هذه القواعد وتعود تضرب من جديد، هذه حقيقة تاريخية طبعا. فهذا الأمر خاصة أن تركيا كانت لها عقود مع ليبيا 25 مليار، الدولة اللي بعدها طول 7 مليار فقط واللي هي الصين، يعني ما فيش دولة عندها هذا الرقم، هذا الكم الهائل من العقود. هذا نحكي لك بس على ارتباط ليبيا بتركيا، ليس وجود يعني ربما وجود الروس غريب فعلا، ربما وجود الفرنسيين باعتبار ان فرنسا لها 200 سنة ولها اطماع في ليبيا، حاولت ان تحتل اقليم فزان، ولكن طبعا الظروف الدولية في ذلك الوقت سياسة تصفية المستعمرات وكذا اخرجتها من فزان، ففرنسا طامعة الى حد الان في انها يكون لها نفوذ في ليبيا مثل النفوذ الذي لها في النيجر وتشاد والمستعمرات الافريقيه السابقه وهي حوالي 14 دوله، يعني نتحدث هنا عن اطماع فرنسيه في ليبيا وايضا الاطماع الروسيه، لذلك فان تحالف حكومه الوفاق مع تركيا هو ضد هذه الدول، يعني لا نستطيع ان نقول ان تركيا تحارب حفتر، هذا غير صحيح، لان تركيا يعني دوله قويه جدا وجيشها قوي جدا، لو انها تريد ان تحارب حفتر تستطيع ان تضربه في معقله في الرجمه، ما في ليس هناك ما يمنع تركيا من ذلك. تمام، لكن هي لا تحارب من اجل ذلك، تركيا دخلت في ليبيا من اجل اعاده التوازن بين الاطراف السياسيه لكي يكون هناك عوده الى الحوار السياسي، وتقتنع الدول مثل مصر والامارات وفرنسا والسعوديه والاردن، هذه الدول التي تراهن على الحل العسكري، تقتنع بانه لا حل عسكري في ليبيا وان الحل في ليبيا حل سياسي ويعود الجميع الى طاوله الحوار. هذه هي السياسه التركيه تجاهها في ليبيا، احب ان اوضحها لكي لا يكون هناك اعتقاد لدى المواطن الليبي اللي يستمع الان بان هناك استعمار تركي او ما شابه، هذا كله كلام فارغ وعباره عن شعارات زائفه. معمر قذافي 42 سنه عيشنا في ضغط في امريكا، وفي نهايه المطاف يعني حاول ان يقترب من امريكا
وصمم لها الأسلحة النووية واقترب منها وتقريبا قدم لها كل ما تريد الولايات المتحدة، ومع ذلك نعلم بموقفها تجاهه. ولذلك هذا أمر لا يفيد يعني الخطاب. طيب. يعني لنقل الديماغوجي الذي يتحدث عن استعمار وعودة استعمار وغير ذلك. ليبيا دولة مستقلة وذات سيادة، ويمكن بأن الأطراف السياسية يمكنها أن تجتمع وأن تتحاور سياسيا وأن تتجه الحل السياسي لكي يتم تأكيد هذه السيادة ورفض جميع التدخلات الدولية بكل هذا الكلام نرفضها حينما نتوافق نحن الليبيون. طيب أستاذ مناف الكيلاني من باريس، دعوات دولية لإيقاف الحرب اليوم وأمس وقبل أسبوع وقبل شهر، لماذا لم تلقى هذه الدعوات أذان صاغية من قبل الأطراف؟ حتى الآن لم تلقى أذان صاغية، وذلك لتوفر المعدات ولتوفر الجنود والإمدادات من الخارج، ولكن هذه المعادلة اليوم تغيرت كما تفضل الزملاء الكرام وانضم إليهم بكل تأكيد بأن الحروب لا تجري من حيث المبادئ ولا لاستعمار ولا لشيء آخر، ولكن لتحقيق مصالح ولتحقيق مصالح آنية وسريعة. عندما أعطي الضوء الأخضر للمشير حفتر للتقدم نحو طرابلس كان التعويل على أن تكون حرب خاطفة لا تستغرق إلا أسابيع أو أشهر في أكبر تقدير، ولكن هذه الحرب هذه المعركة معركة طرابلس استمرت إلى يومنا هذا، أي عام لم تتحقق فيه هذه الأهداف، ودخل في المعادلة شيء لم يكن في البال ولا في الخاطر يسمى الكورونا فيروس. وطبعا انسحبت القوات أو الدعم الذي كان يمكن أن تقدم له القوات الخارجية لهذا الهجوم، ومن هنا سيكون استماع وإصغاء. مكره أخاك لا بطل، ليس هناك من أبطال في الحرب الليبية، ولكن هناك جنود يستمعون إلى أوامر، الأوامر لا تتحقق أو على الأقل لا تحقق أهداف وآمال الشعب الليبي، ولكن طيب الحل إذا كان لا يوجد هناك جنود، لا يوجد هناك قادة للاستماع، الحل لإيقاف الحرب، الحل لتقديم المساعدات الليبيين، الحل للوقوف أمام جائحة كورونا؟ سيدي الجائحة اليوم تأكل الأخضر واليابس ولا توفر أحدا لا في الشرق ولا في الغرب ولا حتى أيا كان في ساحات القتال. أذكر سيدي بأن الجيش الفرنسي اليوم إن كان قد توقف عن دعمه للجيش الوطني الليبي الذي يقوده المشير حفتر، وذلك لأن الجيش الفرنسي نفسه مصاب بحالات الكورونا فيروس. أذكر بأن هناك فقط 4 ضباط أعلن عنهم حتى الآن فقط في مالي، وطبعا الأعداد هي أكبر بكثير والمخفي أعظم. بمعنى آخر سيدي عندما يكون هناك حاجة سواء في إيطاليا أو في فرنسا لاسترجاع القوات ما تبقى من القوات الموجودة على الأراضي الليبية أو في عمليات خارجية فهو ضرورة أكبر بكثير من دعم أي عملية خارجية، ولأن الأهداف الاقتصادية التي من أجلها بدأت فيها هذه الحرب أو الحروب الليبية لم تتحقق حتى الآن، ومن هنا رفع الغطاء من جميع الأطراف. وبكل تأكيد هذا سيقود الطرفين الرئيسيين، لا أقول أن هناك فقط طرفين ولكن طرفين رئيسيين في الحرب الليبية، إلى الرجوع إلى طاولة المفاوضات لا لتشاور على هدنة أو لخط لوقف إطلاق النار. نحن في الأرض الليبية، نحن لسنا بين طرفين خارجيين، وذلك فقط تحت إشراف خارجي بكل تأكيد وتحت ضغط خارجي، وذلك لإعادة تكوين المعادلة السياسية دون أن يكون هناك إعادة لخلط الأوراق من جديد مع تدخلات خارجية جديدة. بكل تأكيد كما تفضل الأستاذ سنوسي من طرابلس هناك المعاهدة الليبية التركية، وبكل تأكيد هناك كذلك وعود، ليس هناك معاهدات لكن وعود أعطيت للمشير حفتر. كل هذا يجب أن يوضع على الطاولة ويجب أن يؤخذ بعين الاعتبار. طيب. لا أقول لأخذ بعين الاعتبار المصالح الخارجية، ولكن لكي لا يكون هناك خاسر وغالب في هذه المعادلة الجديدة. نعم. التي ستتحقق بسبب هذا الفيروس. أكرر سيدي بأن الأعداد التي تذكر حتى الآن لم يسيطر عليها، ولكن لأن الطواقم الطبية الليبية اليوم يفتقر إليها، الأعداد اللازمة لأي طاقم ليبي في أرض المعركة ليس متوفر، ولأن التجهيزات والهياكل الطبية غير متوافرة على كامل الأراضي الليبية، والأمر معروف للجميع سيدي. ولهذا السبب هذا أمر محتوم لحتى على الأقل يبقى ما يبقى من الشعب الليبي الذي
الذي خسر خلال 10 سنوات الماضية خسر الكثير من أراضيه من ثرواته من شعبه. إلى متى يمكن أن نستمر في ذلك؟ لا أعول على حكمة أيا كان على أرض المعركة، ولكن على ضرورة منع على الأقل الفيروس من الانتشار، وذلك بإيقاف القتال. واضح. أستاذ أحمد المهدوي من بنغازي، ماذا نتوقع من القيادة العامة للجيش الوطني أن ترد بعد هجوم اليوم على مدينة ترهونة وأيضا الهجوم السابق على سرمان وصبرات؟ تفضل. نعم، شوف، المتوقع من القيادة العامة الآن أن هي لن تستهين بأي شيء. أنا حسب توقعاتي أن هي ستعيد ترتيب يعني الأوراق، مش من ناحية عسكرية ولكن من ناحية سياسية، كيفية تعاملها مع الدول الفاعلة أو الدول الأطراف في المجتمع الدولي لها تأثير، سواء كان على الوفاق ولا حتى على الحكومة الليبية. الشيء الآخر بأن من المتوقع، هو ليس من المتوقع بل هو الفعل الآن، إن القيادة العامة ستعطي الأوامر للقوات المسلحة بإنهاء هذه الحرب. وأنا أعتقد بأن نحن حتى لما بنخضعها ميدانية أستاذ المذوق، محاور القتال في العاصمة طرابلس كلها الحمد لله ولله الحمد يعني مشهود لأن هي متقدم فيها هي القوات المسلحة. يعني لا يستطيع أحد أن ينكر ذلك، سواء كان في محور صلاح الدين أو في محور بوسليم أو غيره، وادي الربيع وغيره من المحاور، يعني كلها الحمد لله القوات المسلحة هي المتقدمة فيها. هم حاولوا يجيروا عملية التفاف للشق أو لقطع الإمداد عن اللواء 9 والكتيبة 210، لكن الحمد لله فشلوا في ذلك. إضافة لذلك أن حتى مش نبرهن أن مدى نجاح القوات المسلحة في إدارتها لهذه الحرب، خط الإمداد ليس واحد يسد المظروف، خط الإمداد يفرق ما بين مصراتة وبين أنه يأتي الإمداد من الشرق إلى الغرب وأنه يأتي من مصراتة أو من طرابلس. يعني هذه هي أن يضعونها في الحسبان، ويعني حتى اللي بيعول نقول نحن نتلقى في دعم خارجي ودعم ليبي وبأيادي ليبيين، وهم من يقومون حتى غرف العمليات تقودها ضباط ليبيين. أنا بس في حتى نقطة سيد المبروك، تفضل بعجالة لو سمحت، يقولون لنا بس نعم القتلى لديهم ما وجدناش واحد يحمل رقم عسكري أو ضابط من ضباط الجيش حسب ما يعتقدون. في مقابلنا نحن ضباط وعقداء ولواء، يعني بلوتب حتى لواءات استشهدوا من جديد سيطرة الميليشيات العاصمة طرابلس. شكرا جزيلا لك أحمد المهدوي محلل سياسي من بنغازي على كل هذه المعلومات، وشكر موصول أيضا الأستاذ السنوسي إسماعيل المحلل السياسي من طرابلس، وأيضا الشكر للأستاذ مناف الكيلاني المستشار السابق بالخارجية الفرنسية كان معنا من باريس. شكر موصول لكم أنتم مشاهدين على متابعتكم لايف لهذا اليوم. دمتم بخير. We'll be right back.